هاي، بيحصل عيد الميلاد على اهتمام عالمي نظراً لأهميته الكبيرة ولانتشار الدين المسيحية وتقاليدها بالعالم. في جزيرتين بيحملوا اسم كريسمس بالعالم، الأولى بالمحيط الهادي والثانية بالمحيط الهندي. خلال موسم عيد الميلاد بال2010 زينت الحكومة الكولومبية شجرات الأدغال بالأضوية يلي كانوا يضووا عند مرور الميليشيات مع لافتات تطلب منهم تسليم أسلحتهم. الحملة أنعت 331 مسلح لإعادة الانخراط بالمجتمع وربحت جائزة بسبب تميزها بالتسويق الاستراتيجي. في قانون ببريطانيا بيمنع الشخص من عدم زيارة الكنيسة نهار عيد الميلاد وبيمنعه كمان من استعمال السيارة للوصول للكنيسة، بس هالقانون منه اليوم إلا حبر على ورق، ما بقى عم بيتم التأكد من تطبيقه. مين قال إنه من سنة 1947 لليوم تبعت أوسلو سنوياً شجة ميلاد للندن تعبيراً عن شكرها على مساعدتها إلى خلال الحرب العالمية الثانية؟ أنا قال، بشوفكم بكره.